بعد الخضوع لفحوصات طبية وصفت بالمرضية في مستشفى في بريتوريا يوم السبت، عاد رئيس جنوب إفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا إلى بيته في جوهانسبورغ، حيث وصفت حالته الصحية بالجيدة. وكان مانديلا خرج من أحد مستشفيات بريتوريا في كانون الأول ديسمبر الماضي بعد فترة علاج استمرت أسبوعين إثر إصابته بعدوى في الرئة وإجراء عملية جراحية لإزالة حصوة في المرارة، ويبلغ مانديلا من العمر 94 سنة.